السلام عليكم. شاي الكومبوست او كومبوستي. بالبداية شنو معنى الكومبوست؟ الكومبوست هو عبارة عن سماد، عبارة عن بقايا سواء كانت نباتية او حيوانية او فضلات متحللة تحلل تام. هاي هنا الفضلات او البقايا النباتية او الحيوانية اقدر اضيفها بصورتها الصلبة للتربة وبعدين تعطيني المغذيات اللي يحتاجها النبات، وهي كل عملية سقي تبدأ المغذيات الذوب وتنزل للتربة ويمتصها النبات من الجذور. أنا راح أسهل على النبات طريقة امتصاص هاي المغذيات، وراح أجي أنقع الكومبوست بالماء إلى فترة معينة بطريقة معينة، وبعدين أخذ هذا الماء اللي نقعت به الكومبوست وأجي أسقط به النباتات مباشرة. راح أحط المواد المغذية بصورة مباشرة للنباتات بدل ما وكل عملية السقي يتم إذابة جزء بسيط، لا أنا راح أعطي المواد المغذية بصورة مركزة بعد استخلاصها من الكومبوست. الكومبوست بنباتي وبحيواني. الكومبوست النباتي عبارة عن بقايا النباتات المتحللة بطريقة صناعية أو طريقة طبيعية، مثلا تكون مكومة على سطح التربة أو مكومة في حفرة معينة، وبعد مرور 6 أشهر أو سنة ووجود الرطوبة راح تتحلل هاي المواد وتتحول إلى سماد، يكون هو تربة صناعية وبنفس الوقت سماد. من ناحية الكومبوست النباتي أقدر بعدين أغرس بالنباتات أو أستخدمه للتسميد على سطح التربة. أما الكومبوست الحيواني هو عبارة عن فضلات الحيوانات سواء كانت طيور أو حيوانات داجنة مثل الدجاج يعني، أو إذا كان أبقار أو أغنام أو إبل أو أحصنة أو ماعز، هاي كلها يسموها كومبوست حيواني. طريقة الاستخدام مالمادة أتركه يتحلل إلى فترة معينة، مثلا سماد الدواجن أو الطيور أو فضلات الطيور، هاي هنا أنا أجففها تجفيف شمسي لمدة 20 أو 30 يوم وأجي أستخدمها بالتسميد. الكومبوست من فضلات الأبقار والأغنام والماعز والخيول والإبل، هاي هنا أنا كلهن يحتاجن عملية تحليل خاصة، أنا أشر عنها فيديو بالقناة. هنا أنا أخليها بحفرة بالأرض لمدة 6 أشهر إلى سنة، أو أخليها على سطح التربة أرطبها وبعدين أغطيها بغطاء يعني يحبس داخلها الحرارة حتى تبدأ عملية التحلل، والمواد يعني الأحياء المحللة تبدأ بتحليل هذا السماد وتحويله إلى صورة آمنة استخدامها النباتات. إذا استخدمته بصورة طازجة يعني قبل ما يتم التحلل راح يسبب مشاكل للتربة وللنباتات. هسه عرفنا شنو معنى الكومبوست وعرفنا مصادره. نجي إلى طريقة صنع شاي الكومبوست. إحنا راح نصنعه من كومبوست الأبقار والأغنام، وممكن نضيف له كومبوست الدواجن، كومبوست الطيور يعني فضلات الطيور أو الدواجن، أو أستخدم يعني فضلات الطيور والدواجن وحدها أسوي بها كومبوست شاي الكومبوست ماكو مشكلة. أستخدم فقط فضلات الأبقار والأغنام أسوي شاي الكومبوست همين ماكو أي مشكلة. الطريقة مالته هي الميزة. شنو العناصر اللي أضيفها بي؟ طبعا أقدر أستخدم أكثر من طريقة أسوي بها شاي الكومبوست. أقدر أسوي بدون عملية تهوية، أقدر أسوي عملية تهوية تحلل هوائي أو تحلل لا هوائي. أقدر أضيف له مواد ثانية أستخدم يعني أستخدم له مواد إضافات مثل ما راح نستخدم هسه حاليا. أقدر بدون أي إضافات أستخدم هذا أسوي الشاي الكومبوست وأستخدمه فقط الفضلات والماء. الفرق هو كل شخص إلى طريقته ولا تجربته الخاص. أنا عندي أكثر من تجربة راح أشرح لكم تجربتي إن شاء الله، وإن شاء الله تستفادون من عدها. هسه راح نجي وياكم إلى التفاصيل اللي راح نبدأ بيها والكميات اللي راح نستخدمها من كل مادة. نجي إلى كمية السماد المستخدمة والكيس المستخدم اللي نخلي بيه السماد. طبعاً هذا الكيس موجود، هذا القماش عند محلات بيع الأقمشة مثل ما تشاهدون، يسموه التور أو التول يعني كل واحد يسميه بتسمية، ما ضابط اسمه بالضبط. المهم هذا موجود عند محلات بيع الأقمشة، أسعاره رخيصة همياً، تجيبوه تقدرون متر كلش كافة عليكم تسووه، أما بشكل مستطيل أو بشكل مثلث يكون فتحة من الأعلى فقط مفتوحة، الجهة العلوية فقط تكون مفتوحة.
حتى نخلي منه السماد وبعدين نغلقه من نريد نخليه بالبرميل. هاي هنا طريقة حتى ما يتناثر السماد والأجزاء الصلبة من السماد داخل البرميل، وبعدين من نقدر من نريد تنتهي عملية التحلل ونستخرجه من البرميل يكون بسهولة، فقط نشيل الكيس هتشي خرج من البرميل وما تبقى يعني بواقع أسمدة موجودة بقاع البرميل، وهاي مشكلة يعني بعدين نجي نطلعها. لا، نقدر مباشرة نوخر هذا الكيس ونستبدله بسماد ثاني ونرجع نعيد العملية بدون عملية غسل البرميل أو تفريغه. الكمية المستخدمة هسه احنا راح نستخدم على 250 لتر، وتقدرون تقسمون هاي الكمية همين راح اشرح لكم اياها بعد ما نشرح المكونات، نقسمها على كميات اقل او نضاعفها الكميات اكبر. الكمية انا راح استخدمها هذا السطل، هذا حجم 12 لتر تقريبا، نستخدم سطل او سطل ونص لهذا الكمية 250 لتر. ممكن تزودون ممكن تقللون ماكو اي مشكلة، بس انا اللي استخدم الحجم يعني الكمية اللي استخدمها سطل او سطل ونص على ال 250 لتر. هسه هذا كملنا من السماد، راح نجيكم على باقي المكونات، انتظروني. هسه نجي المكونات الثانية غير الكومبوست. طبعا واحدة من التجارب اللي استخدمها انا اضيف بها فقط هاي المكونات. هاي المكونات بسيطة ومتوفرة بكل مكان، وهم يتوفر لكم فائدة كبيرة من السماد للنباتات وللتربة، مخصبة للتربة، يكون السماد مخصب للتربة وبأحياء نافعة كثيرة أكثر مما موجود إذا استخدمت الكومبوست وحده والماء. المكونات شنو؟ كيل ودبس. طبعا المكونات هاي على 250 لتر، تقدرون بعدين تقسموها حسب الكمية الموجودة عندكم. كيل ودبس، هاي الخمرة مال الخبز اللي موجودة بالأسواق، الكيس الصغير 90 غرام، نقدر نستخدم من عدة 30 غرام 30 أو 45 غرام، نقدر نستخدمها لل 250 لتر. أنا راح أستخدم تقريبا 30 غرام لل 250 لتر ماء. نجي إلى المكون هذا، كلكم راح تستغربون شنو معنى أنا أستخدم روبة لبن رائب بالسماد. طبعا البكتيريا اللي موجودة هنا بالروبة أو اللبن أو الحليب بعد ما يبدي يتعفن، يعني بعد ما نخليه بظروف غير ملائمة يبدي يتعفن، بالبداية راح يتحول طعمه إلى الطعم الحامض، احنا نقول روبة حامضة أو لبن حامض، والحليب همين يكون طعمه حامض إذا خلينا بمكان غير ملائم. هاي هنا بكتيريا الموجودة بالحليب بدأت تنشط وبدأت تتكاثر فسببت هذا الطعم الحامض للبن أو الحليب. هاي البكتيريا هي نفسها راح نخليها تنشط داخل السماد وتتكاثر داخل السماد، حتى بعدين من نضيفها للتربة تكون محللة لبعض المواد السامة اللي موجودة بالتربة. بكتيريا حمض اللاكتيك هنا راح تتكون عدة بداخل السماد وراح تبدأ يعني تتكاثر وتكون أعداد كبيرة جدا، بحيث من أجي أضيفها للتربة وأسقي بها النباتات شكو مادة سامة موجودة بالتربة راح تحللها هاي البكتيريا، بالإضافة إلى الأحياء المحللة النافعة اللي موجودة بالسماد أصلا واللي نشطت نتيجة إضافة باقي المكونات بعد إتمام عملية التحلل، واللي هي أصلا موجودة بداخل السماد، أحياء مجهرية محللة، بكتيريا نافعة، فطريات نافعة. فأضافة إلها راح نخلي بكتيريا حمض اللاكتيك اللي ناتجة من اللبن الرائب بعد ما يتعفن ويتحلل. هاي المكونات اللي راح أضيفها هي أبسط مكونات ممكن تستخدموها، وتقدرون مثل ما قلت لكم تضيفون مكونات أخرى حسب رغبتكم حسب الموجود عندكم. هسه نجي إلى طريقة الخلط مالتهين، وراح اعلمكم شلون تقسموها اذا تريدون كميه اقل. هسه نجي الى عمليه خلط المواد. طبعا بعد ما ملينا البرميل هذا اللي 250 لتر بالماء، نجي نضيف لاول شيء نضيف يعني لا على التعيين، نضيف الدبس ونضيف الروبة او اللبن او الحليب اي شيء موجود عندنا. تقدرون تضيفون اكثر من هاي الكميه وتقدرون تضيفون اقل من عدها ماكو مشكله.
لان فقط هي لعمليه تنشيط للبكتيريا، بكتيريا حمض اللاكتيك، حتى توجد ولو اعداد قليله من البكتيريا وهي بداخل السماد تبدا تتكاثر. هذا الدبس هسه ضفناه كله، نضيف الخمرة، ضفنا هاي المواد كلها، نجي للكومبوست. الكومبوست بعد ما سويناه بالكيس نجي نخلي الكيس، اما نخلي الكيس مباشرة بالماء او نثقب الغطاء مثل ما تشوفون، هذا الثقب واحد ها، ونربط الكيس مثلا، تشوفون هذا الثقب مال الغطاء، نثقب احنا ثقبين. هسه اجيكم ليش هذا الثقب الثاني. الثقب الاول هذا نربط الكيس من هنا بسيم او ربطه يعني بحبل، ونخليه يعني متعلق داخل البرميل، ما وصل قاع البرميل، او تريد خليه وصل قاع البرميل ماكو اي مشكله، ونغلق. هذا الثقب الثاني المن، الثقب الثاني نخلي له مصدر تهوية. طبعا انا استخدم طريقة التحلل الهوائي اللي يضيف له عملية تهوية، ننزل الصندة مال تهوية مالته مثل ما تشوفون توصل للقاع. زين شنو مصدر التهوية مالتنا؟ هسه رويتكم شلون هذا الماطور هو مال تهوية مال اسماك الزينة. هذا الحجم الصغير، والحجم الكبير يكون بخطين مال هواء، هذا خط واحد مال هواء. الصندة مالته هسه هاي ما يعني بيها أتربة قديمة، تكون الصندة مالته شفافة، هم يبيعوها بمحلات اسماك الزينة، فقط صندة وماطور، لا يطيق حجر هواء. الحجم مال هواء تسد البكتيريا وما يطلع من عدة عملية تهوية، فما يطيق تهوية بداخل السماد، لان البكتيريا والفطريات بالسماد تسد مسامات حجر الهواء. فقط تاخذ الصندة والماطور وتشغله، يكون يشتغل الفترة يعني 24 ساعة يكون هو مشتغل. هسه هذا بدأ يشتغل لمدة 24 ساعة يشتغل الماطور. صحيح يعني راح تنقطع الكهرباء وترجع الكهرباء، بس المهم هو يظل مستمر، ما تقطعه انت يعني انت بنفسك ما تقطعه، تخليه مستمر يشتغل، مجار يعني تجي الكهرباء تطفي الكهرباء يشتغل. اذا انت ببيتك تسوي يعني، او اذا بالمزرعه مالتك مثلا او بالبستان، يعتمد على الكهرباء الوطني. اذا بالبيت خليه يشتغل على المولده ماكو اي مشكله. هذا يصرف يعني 10% او 15% من الامبير، ماكو اي صرف له ولا ياثر مشاكل على الكهرباء اللي موجوده بالبيت. هاي الكميه احنا اللي نسويها جاي نسويها على 250 لتر. احنا نقدر نقسم هذه الكميه، اقل شيء يعني ممكن نسويها بسطر ابو 50 لتر اللي يبيعوه بمحلات البلاستيك، هذا ابو 50 او 60 لتر. شلون نقسم هنا؟ أنا مثلا عندي الدبس اقسمه على خمس اجزاء الكيلو، مثلا اخلي لي 250 مللتر او 200 مللتر او 100 مللتر على هذا ابو 50 السطل ابو 50 لتر، هي اقل كميه يعني ممكن استخدامها، ممكن صناعتها من السماد. الكومبوست انت تتحكم به، تريد كميه اقل تريد نفس الكميه ماكو اي مشكله. الخمره كذلك استخدمت 30 غرام، استخدم مثلا 6 غرام. وبهاي الطريقه اقسم، او اذا اريد كميات اكبر اضاعف الكميه او اضربها بالعدد اللي اريد اسويه. مثلا اريد اسوي 1000 لتر، احط له مثلا كيلوين او 3 كيلوات او 4 كيلوات دبس. الخمرة مثلا خلي 120 غرام خمرة، وهكذا انت تتحكم بالكميات اللي راح تسويها. هسه هذا كل شيء سويناه، وراح ننتظر بعد ما تتم التجربة اراويكم اياها واعطيكم طريقة الاستخدام. هذا شاي الكومبوست بعد مرور اكثر من شهر، تقريبا صار له شهرين انا هذا مسوي التجربة. تشوفون هذا الوقف اللي صار فوقاني، هذا هنا الفطريات اللي صارت وبعدين انتهت يعني انقتلت، ماكو بعد نمو فطري نهائيا، بس هو رائحة مالته غير مقبولة، لان هو عبارة عن فضلات حيوانات وتم خلطها بالماء، يعني مثل تكون مو مثل ماء المجاري، بس فائدة كبيرة جدا للنباتات، لان كلها مواد عضوية مخصبة للتربة.
مادة حامضية إلى متعادلة تقريبا، اللي إحنا الماء مالتنا بنسبة أملاح فيها ما راح تكون حامضية بشكل تام، يعني حامضية نسبة الحامضية عالية بها، لا تكون قريبة المتعادلة. هذا السماد تقدر تستخدمه طول السنة، تسقي به طول السنة بدون أي مشاكل. طريقة السقي مالته تقدر تسقي به بصورة مباشرة، تأخذه بدون أي خلط، يعني ما تخففه بماء وتسقي به بصورة مباشرة، أو تقدر تخففه بماء بنسبة 50%، يعني تأخذ مثلا سطل هذا ب 12 لتر تخلي به نص سماد ونص ماء وتسقي به النباتات، يصلح لكل أنواع النباتات ما عدا النباتات الداخلية الظلية ما يصلح إلها، يصلح للسنادين، يصلح للبساتين، يصلح للمزارع، للحدائق المنزلية، الحدائق العامة، الأشجار المثمرة، الأشجار غير المثمرة، الورود، نباتات الزينة، الأشجار يعني الأشجار الفاكهة بعمومها تحتاج هاي المواد العضوية، وتقدرون تستخدموه طول السنة بدون أي مشاكل، لا فطريات ولا حرارة السماد بالتربة نهائيا. وهذا هم تقدرون تستخدمون عن أي أسمدة كيميائية إذا استخدمته هذا مثلا كل شهر أو كل 20 يوم أجي أسقي به النباتات، تستغنون استغناء تام عن الأسمدة الكيميائية به. هذا كل شيء حبيت أوضحه لكم، وانتظرونا بالجديد، وشكرا لكم.